اقول لك شنو؟ شوف ابوك شنو؟ حسد داخل شنو؟ يرمي؟ ها؟ ما ادري والله. اقول لك ابوك مرتضى؟ وين البزون؟ ايش بيك؟ هذا وين يرمى؟ هذا يرمى على هنا في السول. هذا اقول لك بس حاضرين ترى. ايه والحسين انت غني عطوة. غني شهادة على هنا طايت هذه اللقطات. هناك من وصفها كأنها حرب بين جيشين، كأنها حرب للأسف بين دولتين. ذلك شيء من الردود والمنشورات التي كتبها عراقيون على صفحاتهم في وصفهم لما حدث في قضاء لمدينة بالبصرة. طبعا لم تنتهي الأمور أو سياق الأحداث عند اللقطات التي شاهدتم، وإنما فرقة الرد السريع تدخلت حينما دخلت قضاء لمدينة في البصرة، والمتنازعون لم يكن منهم إلا أن هاجموها، أي هاجموا القوة الأمنية، مما استدعى قوات الشغب إلى الرد بالرصاص الحي. شوفهم كذا واسمع الرمي. مصدر الرمي مصدر الرمي هذا منا واحد. اليمين اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين هذا شيء باشر على جهة اليمين الرمي على اليمين على جهة اليمين.